أديس أبابا يمكن أن تنقلب فيها الأمور عسكريا؟ نعم، أنت لك أن تتصور أولا التيغراي هم أصحاب النفوذ العسكري لمدة 30 سنة، يعني جيش أبي أحمد الذي هو يستند إليه 80% منهم من التيغراي، الضباط والرجالات الكبار من التيغراي. بس صفاهم لم يصفهم، لا زالوا كمؤسسة حتى هذه اللحظة أبناء التيغراي موجودين فيها. طب ما هم من شاركوا قبل عام بالتحديد في الحرب على الإقليم. لا للأسف الشديد هو طبعا اللي زحفوا نحو إقليم التيغراي عمليا هم الميليشيات الأمهراوية والجيش الأريتري من الشمال، وهذه واحد من إشكالات أبي أحمد، يعني إدخال الدولة الأريترية في مشكلات الدولة الأثيوبية وبحرب ودون أن يكون لها أي إطار قانوني. يمكن الجيش الأريتري أن يتدخل من جديد ويخلط الأوراق؟ هو على كل يحاول، لكن أتصور الآن تجاوزهم الزمن، هم يحاولوا، هنالك تقدم في بعض المواقع، محاولات إشغال من الخلف يعني حتى يحاول أن يشوشوا على التيغراي، لأن التيغراي يتجهون جنوبا باتجاه العاصمة. نعم. والجيش الأريتري لو أطبق عليه من الشمال. نعم. سيخلط الدنيا فوق رأسهم. لكن الجيش الأريتري أي تدخل في هذه اللحظة لن يكون في صالح سياسة فرقي، وسياسة يبدو أنه يحسبها تماما، خصوصا إذا الإدارة الأمريكية زاهدة. السودان له يد فيما يجري في دعم التيغراي؟ هناك من يقول بأن السودان يدعم التيغراي. هو السودان طبعا الآن ليس في مرحلة دعم، لكنه متعاطف عموما مع التيغراي، قد يكون هنالك دعم لوجستي في أنه حركة التيغراي الآن في المخيمات، في اللاجئين، في التواصل عبر الأراضي السوداني إلى بني شنغول، هذه قد تكون واحدة من القضايا اللي يقال عنها بأن السودان واقف مع